مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. ان شاء الله يكون معانا النهارده ضيفين من الضيوف ان شاء الله يكون ارائها مؤثره، دايما ارائها مؤثره. يكون معايا بعد الاخبار والانترو الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي والقائم باعمال مدير قطاع الناشئين الحالي بنادي الصيد. كمان هيكون معاكم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، ضيف مع زميل العزيز محمد سعيد بعد الفقره الاولى، يكون الفقره الاخيره ان شاء الله. تعالوا نبدا باخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، والشاغل اللي بيشغلنا كلنا كاهلاويه وهو اسم المدير الفني الاجنبي اللي هيجي النادي الاهلي. كلنا زي ما اتكلمنا امبارح كل الناس يا جماعه احنا مش مستعجلين، يا جماعه نختار براحتنا، يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعد خمس دقايق بالظبط هو مين اللي جاي؟ اسمه ايه؟ طب هو جنسيته فين؟ طب امير سافر فين؟ يعني ده الطبيعي بتاع جماهير النادي الاهلي تحديدا. يعني عايزين نطمنوا على المدير الفني، عايزين يعرفوا شكله ايه، اسمه ايه، شكله يعني قصدي شكل الفن يعني مش شكله الهيئه يعني. فده طبعا حق مشروع، لكن اللي لازم تعرفوه وتطمنوا له دايما ان كل ما الوقت بيزيد شويه، يعني مش ممكن بعد ساعات نعرف اسمه ايه، ممكن بكره نعرف اسمه ايه بالكتير، يعني ممكن بعده بالكتير قوي، فالموضوع خلاص يعني في طريق الحسم. لكن دايما بندور احنا كاهلاويه على شكلنا في الاطار المطروح دلوقتي، يعني لجنه الكوره برئاسه الكابتن الكبير الكابتن طاس استقروا، او لجنه التخطيط اسف، استقروا على ثلاث اسماء مدربين اللي هم دلوقتي في المتاحين اللي هو المتاحين لشكل النادي الاهلي، مش المتاحين على الساحه. يعني في اسماء كثيره جدا مطروحه، لكن احنا بندور على المتاح في شكل النادي الاهلي واللي هيفيدنا واللي عارف اسلوبنا، او اللي يعرف اسلوبنا يعرف يشتغل معانا، يشتغل مع الكيان الكبير النادي الاهلي، طموحاته جماهيره اللي ما بترضاش باي حاجه، فلازم يكون في شكل معين خصوصا بعد التجارب اللي فاتت. عشان كده ان شاء الله في خلال الساعات القليله المقبله ان شاء الله نعرف اسم المدير الفني. احنا بنقول كده قلنا امبارح الساعات القليله، لان هي فعلا خلاص لما تختار مدير فني فالوقت ممكن يكون كبير، لكن هو في نفس الوقت الوقت لما يكون كبير لكن احنا كاهلاويه مستعجلينه جدا. فان شاء الله ان شاء الله في خلال ساعات نكون عارفين مين المدير الفني. وانتوا عارفين طبعا دلوقتي النادي الاهلي كل صفقاته وكل اي صفقه بيحاول يجيبها، اي مدرب بيحاول يتكلم معاه، بيكون في خلال او في نطاق السريه التام. عارفين دلوقتي الاحداث بتكون ازاي، انت بتكلم مدرب حد بيروح يجيبه، بتكلم لعيب حد بيروح يجيبه، الموضوع يعني بقى خطف وحاجه كده مش بتاعتنا خالص. لكن احنا في النهايه لما تطرح بس اسم اللعيب عايز يجي لك، لما تطرح مدرب اللعيب عايز المدرب عايز يجي لك، انت كنادي اهلي تحديدا مع احترامنا طبعا لكل الانديه في كل الدول. يعني ده كان اول موضوع كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيه، ان شاء الله هيحسم قريب قوي خلال الساعات اللي جايه، مش عايزين نستعجل قوي. انا عارف ان انتم متشوقين وعايزين تعرفوا اسم المدير الفني، عايزين تطمنوا كمان، عايزين تعرفوا اتجاهاته الفنيه، هل هو اللي مش عارف كنا بنتكلم. لكن السوشيال ميديا كله بيقترح، كله بيجتهد، كله بيقول اسماء، كله نفسه في مدرب هو بيحبه وشايف ان هو عنده طموح، شايف ان هو عنده مستقبل، شايف ان هو عنده رؤيه فنيه كبيره. ان شاء الله هيكون الانسب لينا كلنا كاهلاويه ان شاء الله هو اللي هيكون في النادي الاهلي خلال الساعات القليله القادمه.